Bonjour, aujourd'hui on va apprendre comment exprimer l'addition avec aussi. Le wabwa c'est aussi. Alors aussi, il faut savoir qu'aussi, elle peut marquer l'addition, elle peut marquer la conséquence. Même quand on a l'addition, même quand on a la conséquence, on a la conséquence. Alors, ben aussi, je marque l'addition quand il signifie, عندما تدل على. Pareillement, de même, également. Et had al-hala, tamam, dans ce sens, on ne doit pas l'employer en début de phrase. Et l'addition, tamam, par exemple, vous voulez que cette affaire se règle. Cette affaire, à savoir, affaire, معناها charlat, مثلا. لي زافير مثلا شغلاتي كتب وغراضي وشنط واوعيه وحاجات زي هيك تمام واغراضي مثلا افير برضو معناها اوم دافير رجل اعمال وبرضو افير معناها لما حد بيكون ورطان ورطه مثلا بيجوا مثلا لما صارت مشكله بنزيما بنجي نحكي لافير دو بنزيما تمام فهنزلكم شوي بس الافير دو بنزيما على سبيل المثال لما بيصير في عندي واحد عامل مشكله ومشهوره المشكله بتاعت الشخص هذا مثلا الشخص هذا اسمه طارق بنجي بنحكي الافير دو طارق اللي هي قضيه طارق فهنا فوليكو سيت افير سو ريجل بدك هذه القضيه او هذه المشكله تنحل تمام مو اوسي وانا ايضا هنا اوسي بمعنى باريمون او ايجالمون وانا كمان تمام ايجالمون بور موا لا ميم شوز تمام انا عندي نفس الشيء aussi devient non plus dans une phrase de type négatif. كبنا ننفي aussi أخذنا هذا في الفرنسي واحد اللي هو لما تنفي aussi فبصير moins non plus. تمام؟ vous ne souhaitez pas un tel dénouement. تمام؟ فبالتالي dénouement معناها اللي هي النهاية. تمام؟ moins non plus. تمام يا جماعة؟ اوكي. فهنا اسف هنا وين وصلنا فو نو سوتي با ان تيل دينومون معناها اللي هي ما يعني انت كمان ما بترغبوش في بنهايه مماثله نهايه او اللي هو بسموه برضه الدينومون المقطع الاخير من بيس دو تياتر اللي هو دغنيير بارتي او دغنيير سين دون بيس دو تياتر او دغنيير سين دون فيلم باغ اكزومبل تمام فموا نون بلو ولا انا تمام فهذه في حاله النيجاسيون عندنا في حالة لما بيكون الأوسي كونت المارك لا كونسيكونس لما بتدل على الكونسيكونس لورسك سينيفي عندما تدل على زي دونك سي بور كوا دون سو سونس اللي امبلاي اون تيت دو لا بروبوزيسيون في هذه الحالة تمام بنحطها في بداية الجملة ابخي اوسي اون دوا ابخي اوسي اون دوا دون سو كا تمام لازم بعد اوسي لازم نعمل واحدة من التنتين تمام او انفيرسي لو سوجي او ريبيتي لو سوجي كيف يعني انفيرسي لو سوجي لما بيكون عندي برونو كيف يعني لا نوي توم فيت او سي دو تون الومي هلا خلينا نشوف لا نوي توم فيت الليل بيجي بسرعه اوكي اون دو الومي تري تو لي لوميير هيك هي الجملة طبيعية on doit allumer très tôt les lumières ناخذ الجملة كمان مرة مع دونك la nuit tombe vite donc on doit allumer très tôt les lumières ناخذها كمان مرة la nuit tombe vite c'est pourquoi on doit allumer très tôt les lumières ناخذها كمان مرة la nuit tombe vite ما بنفع نحكي aussi on doit بتحكي aussi doit-on لاحظوا قبل شوية مع pourquoi حكينا on doit بعد donc حكينا بعد on doit لكن aussi doit-on ركزوا معي هنا aussi conséquence بده يكون في عندي inversion في inversion لما بدك تعمل لا إذا كان بخنون إذا كان verb بخنون بدك تعمله inversion تمام أوكي الآن
aussi doit-on allumer toutes les lumières? الآن بدنا نشوف أو ريبيتي لو سوجي أو بدنا نكرر لو سوجي سو لا فورم دان برونوم بيرسونيل. كيف يعني؟ إلا بوكو بلو سيتي فيغ، يعني كتير مطرت هذا الشتاء. أوسي لو روفيغ أون تيل ديبوردي. هلا يا جماعة أوسي لو روفيغ، أنا ممكن نحكي دونك لو روفيغ أون ديبوردي، دونك لي ريفي آسف دونك لي ريفيغ أون ديبوردي دونك. تمام. الان اللي صار عندنا هنا انه انا حكى لي ما بدي استخدم دونك، بدي استخدم اللي هي اوسي، فحطينا اوسي في بدايه الجمله، عادي نستخدمها في بدايه الجمله، وحطينا اللي هو الاسم لانه هو في الاساس مش برونو لي غوفيير لي غيفيير. تمام. حطينا الاسم لي غيفيير. طب بده يعمل انفيرسيون، شو بده يعمل؟ لكن ما هو انا بما انه انا لازمني اعمل انفيرسيون، بحط الفعل عادي بعد الاسم، ولكن بحط وراء ايش؟ برونو بدل على الاسم. اوسي لو ريفيير اون تيل ديبوردي، فكرر لي، لانه هو لازم يعمل، لازم هو يعمل انفيرسيون في جميع الحالات، لكن ما بنفع يعمل انفيرسيون الا مع ايه؟ الا مع اللي هو فيرب برونو، فعل وضمير. لكن لما تكون الجملة ما فيها ضمير بحكي لك حط الاسم وبعده حط ضمير مقابل الاسم هذا. تمام. تعالوا نشوف دي يعني اون باس اوز اكزيرسيس بور يعني افوار بلوس دو ديتاي. تمام. ابور افوار اون ايدي. انديكي سي او سي مارك لاديسيون او لا كونسيكونس. بدنا نحكي اذا او سي عاملة كونسيكونس ولا اديسيون. الفي فخوا Aussi, les locataires ont-ils réclamé la mise en marche du chauffage central? الآن الجو بارد، لذلك المستهجرون طبعا راحوا اللي هو طبعا réclamé la mise en marche. mise en marche اللي هو تشغيل يعني. تمام. تشغيل يعني le fonctionnement du chauffage central. طيب هنا كونسيكونس انا عرفت عن طريق اللي هو الانفيرسيون. لاحظوا ما بقدر يعمل لي انفيرسيون بين لوكاتير وبين ان روكلامي، فحط لي ايل اللي هي مقابل لي لوكاتير. تمام. اوكي. بروميير كيستيون اون ريزون دي غريف، اون ريزون دي غريف يعني بسبب اللي هي الاضرابات، لي تران اون تو اسف جدا، لي اون ريزون دي غريف لي تران اون اي دو روتار، بسبب اللي هي الاضرابات القطارات. تمام. صارت يعني صار عندها شوية ايه؟ صار شوية تأخير. لو ترافيك دو مترو ا اوسي ايتي بيرتوربي. لو ترافيك دو مترو ا اوسي ايتي. هل هذه كونسيكونس ولا اديسيون؟ في عندي انفيرسيون، لحالك بتعرف. ما في انفيرسيون. Deuxième question, les négociations ne sont pas terminées. المشاورات لم تنتهي. وسني يأتيل أو كان كومينيكي أوفيسيل. شو معنى كومينيكي أوفيسيل؟ كومينيكي أوفيسيل معناها اللي هو الخبر رسمي. تمام. أوكي. فبالتالي في عندي انفيرسيون. سهل الموضوع. ثالثة question, les pluies diluviennes ont causé des inondations. La fonte de neige a aussi contribué à la montée du niveau des rivières. تمام. بحكي لنا الامطار سببت فيضانات وانصهار الثلج، طبعا اللي هو الانصهار او تحلل الثلج الجليد، تحلل الجليد من اللي على يعني اذنكم شوي بس. اوكي. فصار في عندي هنا يا جماعه اللي هو اديسيون. شوف كاتريم كيسيون، بيير نا با تيليفوني. اوسي ني اتيل اوكين ارجونس ا بارتير، اوكين ارجونس ا بارتير. تمام. انا مش شايف الخط كان. تمام. ففي عندي انفيرسيون. لاحظوا انه في عندي هنا كونسيكونس، بيير نا با تيليفوني طبعا، وما كانش في، تمام، لذلك ما كانش في اي طوارئ، كانش الوضع طارئ، فبالتالي هنا في عندي كونسيكونس.
Le malade n'est pas encore sorti d'affaire. Al marad lam tamam. Le malade n'est pas encore sorti d'affaire. Aussi faut-il surveiller attentivement son électrocardiogramme. يعني المرض لم ينتهي تمام او ما اسف المرض ما بين عليه انه ضايل، مش ما بينش اعراض لسه، يعني ما يعني خلص يبدو ان المرض انتهى تمام، ولكن تمام لازم تمام انه نراقب بشكل جيد او بعناية اللي هو سون الكترو كارديوغرام، اللي هو الشغلة بتاعت القلب تمام، النبض. بتهيألي الكتروكارديوغرام، شوف شو معناها الكتروكارديوغرام. بتوقع جهاز اللي هو الطنين او جهاز تخطيط القلب، جهاز تخطيط القلب بيطلع معناها تمام. فبالتالي انه هنا بحكي لنا في عندي كونسيكونس تمام. اوكي الان سيزامي مي اوسي سا فامي، مي اوسي برضه هنا بتيجي بتحكي اديسيون. Ont été très surpris de sa décision qui a rien ne laissant prévoir qui n'a qui n'a qui rien ne laissait prévoir le maquinage a dit toi tamam ok fin de l'addition tal exprimer une relation de conséquence entre les deux phrases en les reliant par aussi ben n'amal alaqat conséquence ben au jumelte tamam entre les deux phrases en les reliant par aussi. الآن فيت لي زانفيرسيون نيسيسير، بدك تعمل اللي هو الانفيرسيون المطلوب. مون تران ايت اريفي ان روتار، جي مونكي لا كورسبوندونس اوسي اي جو مونكي لا كورسبوندونس. تون كود افي شونجي، شو معنى كورسبوندونس يا جماعة؟ مش المراسلة، المراسلة كورسبوندونس معناها التراسل أو المراسلة، لكن كورسبوندونس بنسميها في الجار، في محطات القطار مثلا اللي هي الترانزيت في الطيارات، ترانزيت في الطيارات وكورسبوندونس في القطارات نفس الحاجة تمام. يعني أنا رايح مثلا على شمال فرنسا على ليل، أنا من الجنوب رايح على مدينة ليل، في بينهم 900 و 1000 كيلو مثلا. أونتخ ليل إي مونبلي مثلا إليا 1000 كيلو متر باغ إكزومبل. Il n'y a pas un train qui va direct, مثلا, de Montpellier jusqu'à Lille. Ma fiche قطار بيروح مباشر من Montpellier à Lille. فبالتالي, il faut que je fasse la correspondance. C'est-à-dire, je prends le premier train jusqu'à Paris et après, je prends le deuxième train de Paris jusqu'à Lille. باخذ القطار الأول من Montpellier إلى باريس والقطار الثاني من باريس إلى ليل. فباريس À Paris, je fais la correspondance. Et Paris, je fais ma correspondance. Nous, je ben Qatar ou Qatar. Tamam. Ton code avait changé. Le code de ta acte. Nous sommes restés à la porte. À la chaîne, dans les nabarra, à l'bab, ma d'achal nash, ma arif nash, ma foot. Fanam d'achal kiyaha. Aussi, sommes-nous restés à la porte. Tamam. Ces produits ont beaucoup augmenté. المنتجات هذه ارتفعت تمام. لي كونسوماتور لي زون بودي، فبالتالي عندي لي كونسوماتور يا جماعة المستهلكين. بدك تعمل انفيرسيون، بما انه انت بدك تعمل انفيرسيون بدك تيجي تحكي لي كونسوماتور تمام. لي كونسوماتور اونتيل، لأنه إيل هي على وزن الكونسومات. أنتيل بودي. لو بوست كو فو بروبوزي إي تري انتريسون، فو زافي ريسو بوكو دو ريبونس ا فوتخ أنونس. تمام؟ الوظيفة اللي أنتم بتعلنوا عنها مهمة كتير، لذلك أنتم وصلكم كتير من الردود على هذه على هذا الإعلان. فبالتالي أوسي أفي فو. تمام؟ مش عارف أنا ليش بحللكم، بس يلا. Sa mission est très délicate. Délicate معناها حساسة. تمام. مش حساس يعني حساس sensitive. لا. Délicate يعني موضوع حساس. زي ما تيجي تحكي موضوع حساس. تمام. Sa mission est très délicate. فيها حذر يعني. تمام. Il ne faut pas s'attendre à un résultat positif. تمام. ما مش لازم تنتظر نتيجة إيجابية. Dernière question.
Rien ne laissait présager. Présager, c'est catastrophe. Présager, Asif. Rien ne laissait présager cette catastrophe. On ne doit pas le blâmer de ne pas l'avoir prévu. La même manière est Yaloum. Au présager, manah et rien ne laissait présager. Voilà, haja kanat tunzir be wuqu' al-karitha. On ne doit pas le blâmer, ma kanach lazim, ou mish lazim l'oumou, de ne pas l'avoir prévu. Inno manabahnash, ou manabahaj, la illa. Tamam? Ou inno ma twaqa, ma yani, ma havarnash minha. Tamam? Fabittali hina, بدنا نحط يا جماعة الأوسي دوا تو أوكي جو ريميرسي أون ساغيت جوسكا مانو أون ساغيت لا إن شاء الله لا بروشون فوا أون فا أبخوندغ اللي هو إتابليغ أون بروغريسيون سي بور لا سمين بروشين أي أوفوار أي بون ويكاند ميرسي بوكو أوفوار